السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ طبعا حبيت ابدا الكلام بالصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي بقى انا مش هطلب منك ولا لايك ولا تعليق ولا اي حاجه خالص. هنعمل النهارده فستان ردوه الشربيني. فستان ردوه الشربيني ده هتقدري تستخدميه في فصل الصيف وفصل الشتاء، بس انا ليه هعمله دلوقتي؟ علشان هو فصل الشتاء، تمام كده؟ طيب الفستان ده في الصوره كده زي ما انت شفتيها في الاول، هي معمول بجلد. انت ممكن تغيري الصوف وممكن كمان تغيري كذا نوع تاني. كل اللي انا هطلبه منك ولا لايك، ما تعمليش لايك وما تعمليش تعليق، ده اللي انا بطلبه منك. تاني طلب بطلبه منك انك ما تعمليش اي حاجه من الحاجات دي، وانك تتفرجي من الاول لحد الاخر. بس ده هو ده الطلب اللي انا عايزاه الوحيد، انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، لان الفرجه اصلا على الفيديو من الاول لحد الاخر ده نفسه اجمل من 100 لايك عندي، تمام كده؟ طيب واحدة واحدة بقى كده هنبدأ، وهنبدأ نسيب مسافة من هنا 8 سنتي أو 7 سنتي، وبعدين نبدأ نحط ربع دوران الصدر. هنعمله كل المقاسات مش مقاس معين، ربع دوران الصدر عندك، تمام؟ وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر، وبعدين هننزل من هنا بحردة الرقبة الأمامية، طول حردة الرقبة الأمامية، وهنبدأ نقفل المستطيل بتاعنا ده، وبعدين هنبدأ ننصف طول الظهر. يبقى احنا عملنا ايه هنا في الخط ده؟ حردة الرقبة طولها، وبعدين نصفنا طول الظهر، بعدين نحط ربع دوران صدر في مكانه الطبيعي، وبعدين نبدأ ناخد عرض الرقبة معانا. وزي ما قلتلك ما تعمليش ولا لايك ولا تعليق، اتفرجي بس من الاول لحد الاخر. ولو وصلتي لحد المرحلة دي عايزة تعملي لايك، شوفي الاول الفيديو. هنبدأ بقى ننزل من هنا 3 سنتي مايلة الكتف، نعمل خط بدون مقاس، وبعدين نبدأ نحط طول الكتف معانا، وبعدين ننزل من هنا، ننزل بطول الكتف على دوران الصدر، نرتفع بالظبط 6 سنتي، نخش هنا 1 سنتي، نبدأ نعمل حردة الجيرو معانا كده، وبعدين نبدأ نجسم. ادي ربع دوران الوسط معانا، تمام لحد كده كويس قوي. لو وصلتي المرحلة دي وعجبك الباترون اعملي لايك، وشوفي برضو كل شال هنعملها ازاي. وبعدين هنبدا واحده واحده ان احنا نحط 2 سنتي المرد بتاعي. انا مش هعمل مرد في التفصيله دي، بس انا بعمل لك مرد عشان خاطر هيبقى هو اساس الشرح. وهنبدا نختار مكان يبقى فيه الكل شال بتاعنا، لا اما ما بين دوران حده الرقبه ودوران الصدر، لا اما ما بين دوران الصدر وبين الوسط، يعني هنصف الكلام ده، تمام؟ انا بقى هنصف ما بين دوران الصدر ودوران الوسط، فهبدأ انصف كده اهو، وهنبدأ نطلع بخط كده، تمام؟ طيب وبعدين نجيب المسطرة الطويلة عشان دي مش الطول، وهنبدأ ناخد كده، هنبدأ ناخد ربع دوران حردة الرقبة الخلفية. يعني احنا عاملين هنا حردة الرقبة الأمامية، لا وعايزين كمان الربع الناحية التانية طوله، ونبدأ نروح موصلين كده عشان نعمل الكل شال بتاعنا. وبعد كده نبدأ نوصل عرض الكل شال. عرض الكل شال انا عايزاه قد ايه؟ عايزاه بالظبط ما بين 10 و15 سنتي، ومن تحت كمان هنعمل العرض بتاعه. هنا بقى بنحط يا اما 4 يا اما 5 سنتي، تمام؟ وبعد كده بقى نشوف الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن ننزل كده، دي طريقة، دي طريقة. طيب ممكن انزل ازاي تاني يا مريم؟ ممكن انزل كده، دي طريقة تانية. في الطريقة دي وفي الطريقة دي وفي الطريقة مثلا نص بيضاوي، احنا عملنا البيضاوية وعملنا كمان المثلث، ممكن ننزل مربع كده، كده نعملها كده بالشكل ده. انا بوريكي ان ممكن تشكلي شكل كل شيء، تمام؟ طيب دلوقتي احنا عملنا الباترون بتاعنا، هنقص طبعا على البيضاوية لان الصورة بتقول ان هي بيضاوية، تمام؟ لو وصلت لمرحلة القص دي اكتر خيرك واعملي لايك بجد والله. دلوقتي بقى هنبدا من هنا كده نعمل كده الكورشال بتاعتنا، لان يا جماعه المشاهده بالنسبه لي والله بتفرق جامد جدا معايا، وبنعمل كده عشان بفرح لما اشوف الناس بتشاهد الفيديو بتكمله، وناس بعتت لي صور كتير قوي، فانا بفرح جدا من الفكرة. يعني خصوصا ان في مشاكل اصلا دلوقتي تنزيلات وكده،
فتلقائيا في انخفاض، فاحنا مش عايزين انخفاض انخفاض، يعني هما الاثنين يبقوا حلوين ان شاء الله. الدنيا كلها تبقى مظبوطة وربنا يرزق الجميع. بص بقى هنبدأ دلوقتي، شايفين القطعة اللي احنا عملناها من اول هنا دي؟ هنبدأ نرسم كده. لو عجبك الشكل اعملي لايك، وقولي رأيك في التعليقات، قولي لي عجبني يا مريم الشكل، عجبني يا مريم الشكل. ده فستان رضوى الشربيني بكل المقاسات بكل الاعمار بشكل سهل مبسط خالص. لسه طبعا الفستان ما خلصش، احنا كده كل ده لسه بنعمل ايه، بنجهز فيه عشان نخلصه اهو كده. وقفلنا كده، ادي الشكل من الامام اهو تمام. احنا بقى عايزين كمان من الخلف، بس الخلف طبعا احنا عارفينه هيتعمل ازاي. هنركن بس القلم ده كده على جنب، ونبدأ نجيب الجيبة بتاعتنا بالطريقة دي، ونبدأ نعمل كده اهو تمام. وهنبدأ نحط ربع دوران الوسط، نص ربع دوران الوسط، وبعدين هنبدأ ننزل بالطول الجنب، وبعدين هنبدأ نحط ربع دوران اكبر حجم، وبعدين نعمل كده، وبعدين نوصل على الارض تحت تمام. طبعا هنا في مرد معانا في النص، بس المرد هنعمله مرد منفصل كده تمام اهو بالشكل ده. وبعد ما عملت كده هبدأ بقى ان اقسم نصين كده بالشكل ده بطريقة سهلة ومبسطة خالص يا جماعة اهو. طبعا لو جينا قسنا هنا هنلاقي ان في زيادة، الزيادة دي طبعا هنضمها كده اهي، فاحنا هنا نص زيادة اهي هنضمها كده، والفستان معانا اهو تمام. هنبدأ بس نجيب المرد معانا ونبدأ نعمله كده، نقسم ده كده على نصين عشان المرد عايزينه عريض شوية. عريض ليه بقى؟ عشان هو في الصورة عريض كده ومش رفيع خالص. فهنبدأ نركن ده كده على جنب، وناخد دي هنا كده اهو بشكل مبسط اوي يا جماعة، وبسيط وسهل ومن الصفر. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة. ليه طلبتهم دلوقتي؟ علشان اكيد انتي لو وصلتي معايا للوقت ده يبقى انتي بتحبيني، بتحبي المحتوى، بتحبي كمان التفصيلات، وبتحبي ان انتي تظهري الفيديوهات للناس عشان تستفاد منها، وناس كتير استفاد بشكل مبسط. لان يعني كل ما هتتفرج على فيديو كل ما الفيديو هيتعرض لناس كتير قوي. بص بقى هنبدأ كده، ادي المرد اهو معانا اهو بالشكل ده، وبعدين هنبدأ نفرد كده. اكتبولي في التعليقات عايزين نعمل التفصيلة الجاية لمين. وبعدين هنبدأ نجيب القطعة التانية ونعملها برضك مرد، بس اكتبولي في التعليقات حابين نعمل القطعة التانية لمين او التفصيلة التانية لمين، وبإذن الله هنعملها. يعني في برضك صورة اتبعتتلي على الماسنجر لمريم فارس، فستان مريم فارس وفستان سواريه، فأعتقد اني ممكن اعمله بكرة بإذن الله. طبعا عملنا قبل كده مي عمر العباية بتاعت نسل الأغراب، وعملنا قبل كده بردك فستان مريم فارس في رمضان، كان ساعتها بردك يعني فستان جميل أوي الناس كتير بتسأل عليه ساعتها اهو. ففي كذا حاجة عملناها، وبإذن الله هنفضل نعمل في الأحسن أحسن بإذن الله. أول حاجة خالص ببدأ إن أنا أقفلها هي الشكل من فوق. يعني بصوا هنبدأ إن احنا نفرد كده دي تمام، وهنبدا ان احنا نثنيها كده ونحطها هنا اهو. بصوا هنفرد الجيبه طبعا معايا ضرفه من الضرفتين، هنفرده بالطريقه دي اهو بالطريقه دي اهو. وبعدين هنبدا نجيب من هنا وناخد نفس القطعه، نركن دي كده على جنب وناخد دي هنا. بصوا هوريكوا طبعا الفكره جايه منين وبتتكلم ازاي.
لحظة واحدة بالطريقة دي اهو كده. تعالوا بقى اوريكم الفكرة بتتكلم ازاي اهو بالشكل ده. ادي يا جماعة الشكل النهائي معانا. لحظة واحدة احنا عايزين بس نقفله من النص للفستان، يعني ده الشكل النهائي معايا للفستان. صورة سهلة ومبسطة خالص اهو. طبعا احنا عايزين نعمل دي هنا كده. فطبعا هنعمل ايه بقى؟ هنستعين بالدبيس كده. كتير بس في التعليقات ايه رأيك في التفصيلة وعجبتك ولا لأ كده. تمام بالشكل ده اهو. بالطريقة دي. وادي الفستان يا جماعة اتعمل بصورة سهلة ومبسطة خالص. طبعا المفروض ان الزرار بتتركب، لو هنا حابة تركبي برضو الزرار. تمام. طيب وبعدين هنعمل ايه بقى تاني؟ بعد كده هنبدأ ان احنا نحط المرد بتاعنا هنا، هنحط عليه بردك الالماز بتاعنا عشان يوضح المرد اكتر. لحظة واحدة نبقى قطعة اطول شوية اهي، هي دي مناسبة قوي ليها. تمام. وبعدين هنبدأ طبعا احنا نعمل كام رسمة كده بسيطة فيها بشكل سهل ومبسط خالص. لو وصلت لحد المرحلة دي يعني بجد بجد هقولك ربنا يخليكي، وياريت تبقي متابعين المتابعة دايما اللي معايا، لان الناس اللي بتكمل معايا لحد الاخر بجد يعني ربنا يبارك فيكم، والناس الموجودة في القناة برضك ربنا يبارك فيكم ويخليكم، واللي بيعملوا لي لايك واللي بيعملوا لي تعليق يعني بجد ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوا قلبي بالشكل ده. لان طبعا اللايك والتعليق ده ممكن بالنسبه لك ايه ده لايك ده ايه ده ايه فرحه ايه، بس صدقيني بيفرح جدا مش انا بس، كل الناس عموما. يعني دلوقتي ادي شكل الفستان النهائي، هو فستان شتوي بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر، اتعمل بطريقه سهله وبسيطه خالص. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر لحظه واحده اوريكي الشكل النهائي. ادي يا جماعه شكل فستان رضوى الشربيني بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر، كل اللي عليكي بس تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الفكره تعجبك قوي. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين في امان الله. مع تحيه تعليم خيط عمريم احمد، يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. فستان رضوى الشربيني للشتاء طبعا، فصل الشتاء بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر. كل سنه وانتم طيبين.